الرسول رزق بإبراهيم وعمره 62، يعني باقي له سنة ويموت، وفرح بالولد هذا. والله إني رأيت النبي وهو يدور على سكك المدينة ويطرق الأبواب يقول انظروا لقد رزق الله نبيكم ولدا، فرحان بالولد عليه الصلاة والسلام. يقول فما إن أتم الله عمره حتى خرج النبي من المسجد وجاءه عبد الرحمن أو عمر، قالوا يا رسول الله أدرك إبراهيم فإنه يحتضر. ثم حمله النبي على يديه ولفظ أنفاسه في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حمل النبي ابنه فغسله وكفنه ثم وضعه في القبر. يا إبراهيم إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك؟ فقل ربي الله. إذا قالوا من نبيك؟ فقل نبي أبي صلى الله عليه وسلم. نبي أبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ما دينك؟ فقل دين الإسلام. فقل دين الإسلام. فقل دين الإسلام. يقول فبكى عمر. يقول فالتفت النبي فقال يا عمر ما لي أراك تبكي؟ قال يا رسول الله تلقن هذا الصبي وهو لم يكلف بعد وليس عليه عذاب ولا حساب؟ قال يا عمر والله إنه سيسأل. ثم أنزل الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.